يستفاد من قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده أن قول سمع الله لمن حمده لا يصلح أن يكون في غير هذا الموضع، فلا يصلح قبل الرفع ولا يصلح بعد الرفع، وإنما هذه الجملة سمع الله لمن حمده تكون بين الركنين. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال فيقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، فالحينية تدل على قرب الزمن وأنه من حين ما يرفع رأسه يقول هذا الذكر، ويتبين خطأ بعض الأئمة حينما لا يقول هذا الذكر إلا بعدما يستتم قائما، وفي هذا جناية على من يأتي وهو مسبوق ولم ير الإمام فيظن أن الإمام ما زال في الركوع فيدخل معه بهذه النية وإذا به قد فاتته ركعة، نظير هذا الخطأ الذي يصنعه بعض الأئمة.